30,000 سجين إيراني قتلوا بدم بارد في مجزرة عام 1988، أحداث لا تمحو ذكراها المؤلمة السنون. العدالة ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة هما مطلب وحلم أسر ضحايا المجزرة. فبعض العائلات لا تعلم لماذا أعدم أحبابهم وأين جثثهم حتى اليوم. دفع اول که دستگیرش کردن هیچی بر علیهش نداشتن. في المرة الأولى التي اعتقلوا فيها شقيقي لم يكن لديهم أي شيء ضده، لذلك أطلقوا سراحه. في المرة الثانية اعتقلوه ونقلوه إلى سجن سري خاص للتعذيب. وعندما ذهبت أمي وأختي لرؤيته أصبح شعره الأسود أبيض بالكامل وفقد كل أسنانه بسبب التعذيب. أعدم شقيقي في صيف عام 1988 ومعه آلاف السجناء السياسيين، ولم تتحقق العدالة لهذه الإعدامات، ولم نعلم حتى الآن لماذا تم إعدامهم، وأقصد هنا من خلال القنوات الرسمية، ولم نجد جثته وأين دفن. ما زالت هناك كثير من الأسئلة حول هذه المجزرة. صورة شقيقي لم تذكرني فقط به، بل بكثير من الأصدقاء والزملاء الذين خسرتهم. إنها كسرة للقلب، لكن بالرغم من ذلك أنا على أمل أن هذه الدكتاتورية لن تستمر، وأنه لن يستطيع كسر كل الإيرانيين، وفي النهاية سيكون النصر لنا. الناس في إيران تستحق الحرية. خلف قضبان سجن أفين سيء السمعة أسرار مخيفة تحدث عنها سجناء سابقون ومنظمات حقوقية. تعذيب ممنهج وبتر للأطراف واعتداء على سجينات، هذه القصص سنكشفها في هذه المهمة الخاصة مع الناجين من السجن والذين فروا إلى كندا. When we were in the cell. عندما كنا في الزنزانة كنا نحو 116 سجيناً في غرفة حجمها 6 أمتار في 6، وهناك حمامان أو 3 للاستحمام واستخدام المرافق الصحية والوضوء، ويجب على كل شخص أن يستخدمها لمدة لا تتعدى 10 دقائق وإلا. وعندما جاء أحد الحراس وسأل من يهتم ويدير هذه الغرفة، قلت له أنا، فجلدني 75 جلدة بسبب تأخر بعض السجناء في استخدام الحمامات. كنت أحد الناجين من سجن أفين حيث تم الإفراج عنك قبل بأسابيع قليلة قبل حدوث مجزرة عام 1988. هل تعتبر نفسك من المحظوظين لأنه أفرج عنك قبل هذه المجزرة وتكون واحد من الضحايا؟ أبداً لن أقول أنا محظوظ، لأنني لم أكن جيداً مثل بقية المعدومين. أعتقد أنني لم أكن صالحاً مثلهم. I wasn't good enough. الشخص الذي كان معي كان صادقا جدا، لكن أنا لم أكن مثلهم. عندما اعتقلوا شقيقي بقينا لمدة 4 أو 5 أشهر. والدتي لم تعلم أين هو،
وبعد 6 أشهر سمحوا لها بمعرفة أنه معتقل لديهم، لكنهم قالوا إنهم لا يعلمون لماذا اعتقل وإلى متى سيبقى في السجن. والدتي توفيت في عمر 49 عاماً بجلطة قلبية لأنها لم تتحمل الوضع. في عام 1988 أصدر خميني فتوى بإعدام آلاف السجناء السياسيين، إعدامات نفذت خارج نطاق القضاء. لجان الموت تشكلت وانطلقت إلى سجون عدة في طهران، لكن النصيب الأكبر في الإعدامات كان لنزلاء سجني جوهرداشت وإيفين. Long before the end of the war, or what he called قبل انتهاء الحرب مع العراق أو ما تسمى بشرب قلاع السم، أي قبل إيقاف إطلاق النار، أصدر خميني فتوى. وقبل شهور عدة من مجزرة صيف 1988 تم فصل السجناء، وآخرون نقلوهم من سجن إلى آخر حيث كانوا يتهيئون للإعدامات، وهذا ما أطلق عليه لجان الموت. وكان من ضمن اللجان إبراهيم رئيسي، والأشخاص الذين شاركوا أصبحت لهم مناصب في النظام، حتى إن رئيسي أصبح آنذاك وزيراً للعدالة، ثم نصبه خامنئي رئيساً للبلاد. ذريعة يبحث عنها النظام الإيراني لإعدام السجناء السياسيين الذين يعارضون سياسته ويطالبون بالحرية. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 توغل مجاهدو خلق في عملية أطلق عليها النور الأبدي، في محاولة للإطاحة بالنظام الذي ضعفت قدراته بسبب الحرب مع جارته لثمان سنوات، حيث يقول محللون أن هذه العملية أعطت ذريعة للنظام لإعدام الآلاف دون محاكمة أو أدلة أو حتى شهود. فالخوف والضعف كانا يسيطران على نظام خميني. لنعود بالتاريخ إلى عام 1988، كيف تلقيت خبر المجزرة التي راح ضحيتها 30,000 سجين سياسي؟ خيلي ناراحت بودم. كنت حزينة جداً وبكيت كثيراً، ليس فقط من أجله بل من أجل كل الشباب الذين أعدموا. عندما سمعت الأخبار بكيت كثيراً، ليس فقط على ابن عمي بل على جميع الشباب الذين كانوا يدعمون مجاهدي خلق، لأنهم جميعهم كانوا أبرياء. Very soon after Khomeini came to power, عندما استلم خميني الحكم عذب وسجن وقتل الناس، وكانت حربه مع العراق ذريعة لقتل أي شخص يعارضه، وأصر على الاستمرار في الحرب المدمرة مع العراق رغم أنه كانت هناك فرص كثيرة لتحقيق السلام مع الجار العراق، لكنه دمر كل المصادر الإيرانية، حتى إن كثيراً من الناس خرجوا في احتجاجات، وحتى الحرس الثوري الإيراني قال للنظام إنهم ليست لديهم مصادر كافية للاستمرار في هذه الحرب. جرافات نقلت جثث المعدومين عشوائياً، حفر كبيرة كانت معدة مسبقاً وجاهزة، حفرت في مقابر عدة دفن فيها السجناء السياسيون جماعياً، وحتى اللحظة تبحث هذه العائلات عن جثث أحبابهم التي لم يسلمها النظام لهم. لم يعيدوا لنا جثته، طالبنا بجثته كثيراً، لكنه تم دفنه في مقبرة في خافران، لكن بأي قبر في المقبرة لا نعلم. لم يسلمونا جثته ولم يخبرونا أين هي،
بعدها ذهبوا إلى مقبرة بهيج زهرة، ثم سألوا أحد العاملين في المقبرة ووصفوا له شكله، فقال لهم: أظن أن هذا قبره. ووضعوا له صورة، وبعد أسابيع عندما زاروا القبر مرة أخرى وجدوا عائلة أخرى تجلس إلى جانب القبر لأنها الصورة الوحيدة عند القبر. من السهل الحديث مع أشخاص قضوا سنوات طويلة من عمرهم في المعتقل، سنوات يصفونها بالمظلمة، حيث كانوا يقضون ليال من التوتر والخوف بانتظار لحظة الإعدام. We were 86 in a cell. كنا 86 سجينا، وفي ليلة جاء حارسان اثنان إلى السجن، أخذا منا 75 سجينا وأعدموهم مرة واحدة، وكان شيئا لا يصدق. فنحن 86 وفجأة 75 أعدموا. ماذا حدث؟ أصبت بالجنون. كنا نعلم وفهمنا أنه في أي ليلة سيكون دورنا ونعدم. One night they will be executed. If it was any activity more than that. لو كان لدى شقيقي نشاطات سياسية كانوا أعدموه فور اعتقاله عام 1981، ولم يتركوه بالسجن 10 أعوام، لأنه من وجهة نظر النظام أن الحكم بالسجن 10 سنوات هو للجرائم الخفيفة وليس للجرائم الجدية. جرائم ضد الإنسانية، هكذا صنفها المجتمع الدولي ومنظمات حقوقية. أدلة جمعتها منظمة Human Rights Watch تثبت أن الأفعال الشنيعة التي ارتكبت بحق السجناء ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وتجب محاسبة المسؤولين عنها. وبالفعل حدثت أول محاكمة في السويد لحميد نوري، أحد المتهمين في الإعدامات الجماعية. ماذا قال لوالدته في زيارتها الأخيرة إليه في السجن، وماذا حدث أيضا في المقبرة عندما ذهبت لرؤية جثته؟ الزيارة الأخيرة في سجن إيفن، سألته والدته: لماذا لم تقل لهم إنك كنت على خطأ أو أي شيء مثل هذا البعض وتخرج من السجن؟ قال لوالدته: أنا اخترت هذا الطريق وسأستمر حتى نهاية الزيارة. كان يعرف أنه سيعدم. عندما وصل خلف الجدار ثم نظر إلى والدته 3 مرات بطريقة كانت أشبه بالوداع، وبعد أسابيع تم إعدامه. اتصل شخص من السجن يدعى داود لاشكري وقال: إن صان الله بسبب بقائه وإصراره على معتقده أعدمناه. They were treating them really, really harsh. أغلب الوقت كانوا تحت التعذيب الجسدي والنفسي. تخيلي، كانت والدتي تحمل معها كل هذه الآلام وهي تنتظر ابنها يعود إلى المنزل يوماً ما، وبعد 7 سنوات في السجن والأمل تم إعدامه ومن معه. عندما اعتقلت كنا 9 أشخاص، وبعدها أعدموا 6 منا. أعدموهم دون أي سبب، لأن النظام ديكتاتوري في إيران. أعدمهم لمطالبتهم بالحرية.
كنا فقط ندافع من أجل الحرية، وهم يعلمون ذلك، ولأننا ندعم مجاهدي خلق لأنهم ضد نظام الملالي. المعتقلون في سجن إيفين هم من السياسيين ومزدوجي الجنسية. يطلق على السجن أيضاً اسم جامعة إيفين نظراً لكثرة عدد المثقفين المعتقلين فيه والذين ترتفع أصواتهم ضد النظام الإيراني. تقول فريشتا أن شقيقها المعدوم كان عبقرياً بعلمه وكان مسالماً ولم يحمل سلاحاً في حياته. كان دائماً يدافع عن حقوق الإنسان والمرأة ويعلمهم أن إيران بلد غني، لكن الشعب لم يستفد من ثرواته بسبب الملال واستغلالهم للسلطة. كان يدافع من أجل حرية إيران. أتذكر عندما كنت في 16 وكان يكبرني بسبع سنوات، كان يقول دائماً إن لدينا بلداً غنياً ولدينا الكثير من المصادر والقوة، وكان أيضاً ضد الشاه. مجزرة تركت أثراً كبيراً في نفوس الإيرانيين حتى من غير الداعمين لمجاهدي خلق. الشهود الذين عاشوا تلك الأيام القاسية أقروا بأن إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي لإيران كان عنصراً فعالاً في لجان الموت. The letter of Ayatollah Montazeri was revealed and his عندما ظهرت رسالة آية الله منتظر المسجلة التي ذكر فيها أن إبراهيم رئيسي كان يطلب السماح له بإعدام عدد أكبر، ومنتظر قال إنه لا يوافقهم الرأي لأنها جريمة إنسانية وسنحاسب عليها. أيضاً في الرسالة ذكر أن خميني وابنه أحمد يعتقدان أن مجاهدي خلق يجب أن تتم إبادتهم والقضاء عليهم حتى آخر شخص سواء كان ذا مرتبة عالية أو لا. هذه كانت الفلسفة التي اعتمد عليها في مجزرة عام 1988. That was the main philosophy or the main idea behind 1988 massacre. برای من خوب نیست که در واقع زندان بود و آخرش بخورم رو کنم بیدارم. ترى الجالية الإيرانية في كندا أن ثورة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عدة داخل إيران ما هي إلا تراكمات ونتيجة حتمية لسنوات عاشها الشعب في الظلم والاضطهاد والإعدامات والقمع. I think honestly what happening now is the result of أعتقد وبصدق أن ما يحدث الآن هو نتيجة لا عدالة والإعدامات والتعذيب التي ينفذها النظام. أعتقد أن هذه من ضمن الأسباب، وأن المجتمع الآن انفجر وقال كفى يعني كفى. وأعتقد أن هذه الاحتجاجات وانفجار التظاهرات نأمل أنها ستغير النظام. This protest and this explosion of protest hopefully ends up to the regime change. So this is a history for all mujahideen. هذا ما حدث لكل مجاهد خلق في مجزرة عام 1988، وفي ذلك الوقت كان يوجد إبراهيم رئيسي. وأعتقد أن خامنئي اختار رئيسي مرة أخرى لأنه يعتقد أننا في 1988، لكن لا، نحن ليس كما كنا. لقد حان الوقت وأنه القرار الأخير لتغيير النظام. لا رئيسي ولا غيره يمكن أن يغير أي شيء. الشهود والناجون من المجزرة يعتقدون أنهم سيحصلون على إجابات لأسئلتهم
بعد أن ينتهي هذا النظام ويحصل على الوثائق التي يخفيها.